ليه ربنا خلق الاختلافات بين الرجل والمرأة؟ وإيه حكمة وجودها؟ فتقول له اوعى تبص يمين، أصل في بنت مش عارف لابسة إيه أو مش لابسة إيه. أما مخ المرأة عامل زي سطح المكتب، عليه حاجات كتير، وسوء المعاشرة الجنسية تؤدي إلى كثرة الخلافات الزوجية. يسهل على المرأة أن تسلم جسدها لمن أحب. هتاخد شهيق تيجي مطلع زفير، وأنت بتطلع زفير يعني هوا ما يعلم به إلا ربنا، هتقول كلمتين رومانسية عشان انتم زوجان شريكان حياة. لا تبخل عليها بهمس الخطوة. يأتيكم في الأوقات التالية.